بدايه الهاند اوت اللي فاتت اخر واحده وصلت لكم الهاند اوت الاخيره اللي هي كانت جزء البروبوزال اللي وصلت اثنين بالرغم ان انا كنت طلبت منكم المره اللي فاتت ان مندوبه عن الطلبه ومندوبه عن الطالبات تيجوا معاهم كتبهم واضح ان كان في شورت او نقص في الكتب كوني ذكر وانثى معاهم كتاب واحد ما يهمنيش المهم الكوركشنز اللي انا حطيتها وصلت لكم رائع طيب يبقى معاكم الهاند اوت ومعاكم الكوركشنز قريتم اشمعنى دي اخطر ريسبونس عشان المره دي الكوره في ملعبك ها ما قريتوش رائع طيب في النهايه ده قرار بصوا معايا احنا هنستكمل البروبرتيز اوف ريفلكسز بتاعتنا اللي هنتكلم فيه النهارده يمكن محبوب في اسئله الشفوي وفي البيبر لان هي بجد خاصيه فيها نوع من الذكاء في البروبرتيز اوف ريفلكسز الباقيين ما خافيش عليكم شرحناهم اللي فاتوا كانوا اقرب ما يكونوا للمنطق يعني حاجه بديهيه خلاص لكن دلوقتي هنبدا نتكلم في حاجه محتاجه شويه سنس فركزوا معايا هو الموضوع جميل مش صعب لكنه محتاج بس شويه خيال المنظر اللي انتم شايفينه دول عباره عن مجموعه من الجنود في لحظه اصطفاف عسكري نعم طيب قول لو كان ريليفنت هجاوب بسرعه اتفضل السيرش ريفلكس في السنوكال ريليشن نعم قول سلام لان ده الريسبروكال ريليشن معناها انك بتغذي الاجونست والانتاجونست دي خاصيه لكن الثاني حتى الاجونست ما بيوصلهاش مباشره بيحط انترفيرون في النص معلش انا مش سامعك ماشي ده صحيح في البروتكتيف وذرو ريفلكس حتى على الاجونست بتاعك انت ما بتوصلش على طول في سينابس تاني في النص طب مش يمكن السبب عشان عندنا كروس اكستنسور ايه عشان عندنا كروس اكستنسور لا 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 مش عشان كده الكروس اكستنسور ده حاجه ثانيه خالص ده ريفلكس تاني وبرضه بولي سينابس هو السيرفس بتاع البروتكتيف هو بتاع صدق لكن احنا قلنا ان البروتكتيف وذرو ده اسمه بروتكتيف وذرو ريفلكس ان انا بتكلم ان الايد اللي اتحط عليها القلم هي اللي اتزحف ماليش دعوه ان نفس الاستيمولس عمل كروس اكستنسور ده ريفلكس تاني فعلى الريفلكس ده اللي هو البروتكتيف وذرو ريفلكس ده بولي سينابتيك ليه؟ لانك انت مش بس انت قبل ما توصل تتكلم الاجونست في حاجه تاني حصلت في النص لا مش حكايه مش مقرر عليه هي الفكره انك انت ما في ريفلكس في سينابس تاني في النص الاسترتش ريفلكس مونو سينابس لكن البروتكتيف وذرو ريفلكس مش بتكلم عشان بيعمل كروس اكستنسور سميناها بولي سينابتيك مجرد البروتكتيف وذرو ريفلكس بولي سينابتيك لان في سينابس تاني في النص وقت لا لان هما ريفلكسز فعلا انت خيالك خليني اقول اكون مؤدب واقول البسيط متخيلك ان هما فولنت رياكتيف لكن في تجربه مخيفه اثبت لنا ان هما ريفلكس جابوا كلب وراحوا جايبين القشره المخيه بتاعته وراحوا مقشرينه يعني الكلب ده حاليا لا بيشوف ولا بيسمع ولا بياخد قرارات اراديه طبعا الكلب ده خد وقت على بال ما فاق من الصدمه والعمليه ورجع كويس بعد ما رجع كويس رحنا ماسكينه من بطنه عشان نعمل سبورت للبوزوي وحطيناه على سجاده خلاص يبقى حاليا موقف الكلب ايه لا بيشوف ولا بيسمع ولا بيحس ووزنه مسنود من مين من هنا والسجاده على رجليه بدانا نحرك السجاده لو هو فولنتري اكتيفيتي كان المفروض هيحصل ايه للكلب اول ما السجاده تتحرك تحت رجليه يقع لكن فوجئنا يبقى ريفلكس ولا مش ريفلكس؟ لقطها؟ انا حاولت ابلغكم المعلومه دي المره اللي فاتت بس واضح انكم ما لقطتوهاش. اي اداء عضلي
تشك اذا كان ريفلكس ولا لا. كل عليكم السلام. كل اللي مطلوب منك انك انت تشيل اراده هذا الكائن وتعيد الاستيمولاي، فاذا حدث الريسبونس فهو ريفلكس. دي واحده. وحاولت افهمكم ان مش معنى ان هو فلان ريفلكس ان مش ممكن ارادتك تتدخل في منعه، قد تنجح وقد تفشل. فالووكينج ريفلكس لانه بيتم في الحيوانات اللي احنا قشرنا دماغها، وكذلك الشول ريفلكس. في الاحوال العاديه انت بتمارسهم بشكل فولنتري. انتوا فاهمين هو بتعمل فيه دول؟ يعني انا لما بمشي كده او بمشي كده او بمشي كده ده ريفلكس؟ لا، ده اسمه فولنتري اكتيفيتي. صحيح، لكن لو قشرنا مخك خالص، اوكي، وحطينا تحتك سجاده بتتحرك، بس بشرط ان احنا نكون عاملين سبورت للبودي ويت، هتكتشف ان رجل الكائن بتمشي. اطلقوا. بصوا معايا. زي ما قلت لكم دول مجموعه من العساكر موجودين في الصوره بيأدوا اداء معين. ده صحيح. لكن هل العساكر دول انضموا للجيش في لحظه واحده؟ ولا تم اضافتهم واحده واحده؟ تم اضافتهم واحده واحده. المبدا ده في الجيش اسمه التجنيد، الريكروتمنت. ان انا القوة العسكريه بتاعتي ما دخلتش القوة العسكريه مره واحده، انما دخلت بالتجنيد. يبقى فكره ايه؟ لكن في اللحظه دي كلهم بيأدوا نفس الاداء ولا لا؟ لكن لحظات دخولهم في الخدمه كانت لحظه واحده ولحظات التفاوت ده اسمه الريكروتمنت. طيب ايه علاقته بالريفلكسيف؟ انا هنا حاولت اقول الكلمتين دول. The soldier in this photo may join the army at successive time point but during this moment they are all together. اوكي؟ ايه علاقه ده باللي انا بالريفلكسات؟ ان احنا في عندنا حاجتين. في المنظر طبعا انتوا عارفينه اللي هو الارك بتاع الريفلكس، ريسبتور افرنت سنتر افرنت ريسبونس، وفي عندي حاجه اسمها دور ذا روت وحاجه اسمها بنتر روت. بالمناسبه الدور ذا روت عباره عن سنسوري يعني افرنت. خلاص؟ هل متفاوتين في السكنس ولا مختلفين في السكنس؟ الافرنت هنا مختلفين لان فيهم حاجات مالينيتد وحاجات مش مالينيتد. خلاص؟ وبالتالي الافرنت الدايمتر بتاعته ماله؟ مختلف، وبالتالي سرعه نقل الاشارات فيه مختلف. طيب وبالنسبه للبنتر الرود مش كلهم عباره عن الاكزونز بتاعت الانتيريو هورن سيلز؟ وبالتالي السكنس بتاعهم واحد؟ لا، كلهم حاجه واحده، وبالتالي سرعه نقل الاشارات عليهم مالها؟ واحده. انا بقول كده ليه؟ لان احنا عملنا التجربه الاتيه وعايزكم تبصوا لها كويس. ادي الدور ذا رود، ده عباره هنا انا بفترض بس ان هو بيحتوي على ايه؟ 6 افرنت وذ ديفرنت سايز، وبالتالي ما دام ديفرنت سايز يبقى ليهم ديفرنت كوندكشن فيلوسيتي. خليكم معايا انا هوصل لهدفي. اوكي؟ بينما البنترا روت عباره عن ايه؟ 6 افرنت وذ ذا سيم سايز اند سيم كوندكشن فيلوسيتي. اوكي؟ بتوع الفسيولوجي لاقطين يا ولاد انا بتكلم فين؟ بتوع الفسيولوجي راحوا جابوا ايه؟ جابوا حيوان وراحوا حاطين كهرباء هنا على الدور ذا روت بتاعته. وشافوا الريفلكس اللي هيحصل. اوكي؟ وشافوا الريفلكس ده هيحصل امتى وبانهي قوه وشكله ايه. خلاص؟ هم اشتغلوا على اساس ايه؟ ان في العاده كان الاستيمولس هنا وبيستثير الريسبتور وبتوصل على الافرنت. طب ما احنا ممكن نستثير الافرنت من خلال الناتشرال استيمولس ولا من خلال كهرباء؟ من خلال كهرباء. خلاص؟ هتحط الكهرباء هنا. اللي انا هشوفه ده بنسموه ريفلكس تيتانس. سموه ايه؟ ريفلكس تيتانس. خلاص؟ ليه؟ لانك حطيت الكهرباء فين؟ على الدورزال بروف. ايه شكل الريفلكس تيتانس ده؟ ايه اخباره؟ بيبدا امتى؟ بيبقى قوي ازاي؟ وبعدين راحوا جابوا الكهرباء نفس قيمه الكهرباء وراحوا حطوها فين؟ على الفنترال بروف. على الفنترال روت وحصلت استجابه سموها الموتور تيتنس. الموتور تيتنس. خلاص؟ وبداوا يقارنوا ما بين الريفلكس تيتنس والموتور تيتنس. الريفلكس تيتنس حصل ازاي؟ عن طريق ان انا استثرت الدورسال روت بشكل ارتفيشال. الموتور تيتنس حصل ازاي؟ ان انا استثرت الفنترال روت بشكل ارتفيشال.
النتيجة اللي هتحصل هنا هنا اسمها سميناها ايه؟ ريفلكس تتنس. والنتيجة اللي هتحصل هنا اسمها ايه؟ موتور تتنس. اوكي؟ هل في خيالكم ان الاستجابتين زي بعض؟ انتوا قراركم ايه؟ ايوه ولا لا؟ ما اخبيش عليكم. ممكن نشوف الفرق ما بين الاثنين لان هو فعلا في فرق. ونحاول نفسره ليه الفرق ده موجود. اللي حصل كالاتي. اوكي؟ يبقى انا عملت الريفلكس تتنس ازاي؟ حطيت الكهرباء فين؟ هنا. بالمناسبه هو الكهرباء لما احطها هنا هتعمل الريفلكس ازاي؟ هتدخل وتمشي كده. صح؟ بينما الموتور تتنس هيحصل ازاي؟ تك على طول. يبقى اول فرق متوقعه ان سرعه حدوث الريفلكس هتبقى في مين اسرع؟ في الموتور تتنس، على اساس ان انا شلت الوصله دي. انا دخلت هنا على طول. ده اول فرق عاقل ممكن نفكر فيه، لكن في فروق ثانيه. اوكي؟ بصوا معايا، ادي المنظر بتاع الريفلكس تتنس. اول حاجه، هل اول ما حطيت الاستيمولس بدا الموتور ريسبونس ولا في ديلي؟ في ديلي. السبب انك انت كنت بتلف داخل السباينال كورد. طيب هل وصلت للماكسيمم بتاعك مره واحده ولا وصلت بالتدريج؟ وصلت بالتدريج. يبقى هنا بدايه الريفلكس وهنا الفول ريسبونس. ما بين بدايه الريسبونس والفول ريسبونس في مسافه، وما بين حدوث الاستيمولس وبدايه الريسبونس في مسافه. المسافه دي سميناها الديلي، سميناها الديلي. طيب والمسافه دي، دي بنقول بيحصل فيها ريكروتمنت، بيحصل فيها ريكروتمنت. ليه؟ الاشارات اللي مشيت في الاول على ده بسرعه هي اللي بدات بدايه الريسبونس، لكن على بال ما الاشارات مشيت على البطيء ده والبطيء ده خدت وقت. عشان كده على بال ما وصلنا لهنا، عشان كده احتاجنا وقت عشان نوصل فين؟ للماكسيمم. يبقى ايه سبب الديلي هنا؟ ان الافرنت اللي انا حاطط عليها الكهرباء مختلفه في مين؟ في السيكونس، وبالتالي زمن توصيلها مختلف. تتوقعوا طبعا ان البدايه دي جت من انهي نوع من الفايبرز؟ الفايبرز التخينه اللي هي بتنقل اسرع. وعلى بال ما وصلنا لهنا كان مين دخل في اللعبه؟ الصغيرين. اتلطط؟ عرفنا ايه سبب الديلي؟ عرفنا ليه ما كانش ينفع ان المنظر يبقى كده على طول؟ ليه؟ لان ببساطه الافرنت اللي انت حاطط عليهم ليسوا على قلب رجل واحد. وبالتالي على بال ما كل واحده تنقل وتوصل لغايه الانتيرو هورنسين اكيد وتشغل العضلات هيبقى في فرق ما بين بعضهم وبعضهم. مين هيشتغل الاول؟ الاسرع اللي هم التيك. ومين هيدخل عليهم بعد كده؟ الافضل. عرفتوا ليه سميناها ريكروتمنت؟ لان هم في اللحظه دي هم زي العساكر اللي بيأدوا نفس الوظيفه، لكن المرحله دي اسمها مرحله الريكروتمنت. دخلوا في اللعبه بالتدريج، مش دخلوا في اللعبه، هم بداوا يشغلوا الانتيرو هورن سيلز بتاعتهم بالتدريج. بس ليه شغلوا الانتيرو هورن سيلز بتاعتهم بالتدريج؟ لان كل واحد فيهم كان بينقل بشكل مختلف في السرعه. كم واحد لقط المبدا ده؟ خلاص؟ بنفس المنطق دي الاون بتاعت الاستيمولس. وانا فسرت لكم ايه حصلت ليه؟ على بال ما لفينا في السباينال كورد. طيب ليه لما عملت اوف الاستيمولس ما حصلش انهيار مره واحده؟ لنفس الفكره، لما انا رحت موقف الاستيمولس انهي كهرباء وقفت بسرعه؟ اللي كانت ماشيه على السريعه، لان اول ما شلت الكهرباء وقفت. خلاص؟ لكن الافرنت اللي كانت بطيئه اول ما شلت الكهرباء لسه كان في اشارات بتمشي. اتلطط؟ يبقى عرفنا ليه عشان اوصل من الصفر للماكسيمم كان جراديوال، وعشان اوصل للماكسيمم من الصفر كان جراديوال. اتلطط يا اولاد؟ اتفهمت الفكره؟ معايا؟ زي ما يكون مثلا بدات سباق من هنا بعربيات سريعه. اول عربيه طلعت بسرعه، اللي بعدها ابطا، اللي بعدها ابطا، اللي بعدها ابطا. لما بوقف السباق اخر عربيه بتدخل هي مين؟ ابطا عربيه. اتلطط؟ يبقى عرفنا ليه هنا في ريكروتمنت، وهنا انت هنا في اشارات ولا انت موقف الاشارات؟ موقف الاشارات. عشان كده المرحله دي احنا سميناها ريكروتمنت، صح؟ بس المرحله دي احنا بنسميها الافتر ديشارج. بنسميها ايه؟ الافتر ديشارج. يبقى ايه هو ريكروتمنت؟ جراديوال اكتيفيشن اوف ذا انتيريور هورن سيل. مش ده جراديوال؟ اكتيفيشن للانتيريور هورن سيل. ليه؟ لان الاشارات اللي جايه من الانتيريور هورن سيل من خلال استثاره الافرنت كهربيا جت للانتيريور هورن سيل في نفس الوقت ولا في فترات زمنيه مختلفه؟
وايه اللي خلاها تيجي فترات زمنيه مختلفه؟ ان سرعه نقل الاشارات على الافرد مختلفه. طيب لما بطلت الاشاره هل الانتين الهورنسيل توقفوا مره واحده ولا طفوا واحده واحده؟ طفوا واحده واحده. ليه طفوا واحده؟ اول واحده طفت اللي هي كانت كونكتد بمين؟ بالافرد التخين، عشان كده اول ما بطلت هو وقف اشاره. لكن الافرنت البطيء حتى لما بطل هو لازال في اشاره ماشيه على سطحه. اطلقت؟ يبقى ده اسمه الريكروتمنت، ده اسمه ايه؟ الافتر. ليه سموه افتر ديشارج؟ لان برغم انك بطلت الكهرباء على الافرنت هنا الا ان الريفلكس لازال مستمر، عشان كده سموه ايه؟ الافتر ديشارج. فهمتوا ليه المرحله دي سميناها ريكروتمنت والمرحله دي سميناها افتر ديشارج؟ على الرغم ان الاليه بتاعت الاثنين تقريبا واحده. طيب تفتكروا بعقولكم بس بسيطه الموتور تيتانوس هيختلف عن المنظر ده ازاي؟ اول حاجه بدايه المرحله ايه هيحصل فيها ايه؟ لا اكيد هتقل لان لا زال هناك كوندكشن على الافرد، يعني بلاش حموريه، يعني هو انت حطيتها على العضل على طول؟ ده انت حطيتها برضه على البنترال روت، لسه في شويه نقل اشارات على مين؟ على الافرد، بس بالتاكيد الفتره دي مالها؟ هتقل. اللي هي راحت فين؟ في نقل الاشارات على الافرد. هل العمود ده هيبقى كده ولا هيبقى تقريبا عمودي؟ تقريبا عمودي. خلاص؟ هل الافتر ديشارج هتبقى واضحه ولا ضعيفه؟ هتبقى ضعيفه. هو ده الفرق وهي دي المقارنه ما بين ما يسمى ريفلكس تيتانوس والموتور تيتانوس. الفرق في اللعبه دي كلها هي ايه؟ ان الكوندكشن فيلوستي بتاعه الافرنت متفاوت لان هي اكزونز مختلفه، بينما الكوندكشن فيلوستي في الافرنت متساوي لان كلهم عباره عن الاكزون بتاع مين؟ الانتيريور هورن سيت. ده هو الريفلكس تيتانوس. يبقى الديلي بتوين الاون ستيمولس اند البيجن اوف ريسبونس ده هو ايه؟ البي اللي هي جراديوال اكتيفيشن اوف ذا ماسل انتل ات ريتش الماكسيمم، وده سميناه ايه؟ ريكروتمنت. الافتر ديشارج بعد ما بعمل اوف للستيمولس ذير از جراديوال ديكريز للريسبونس لغايه ما اوصل لمين؟ البيس لاين. هو ده تعريف الاي والبي والسي. ايه اللي هيحصل في الموتور تيتانوس؟ اتلطط؟ يبقى ايه اللي حصل؟ ها؟ في ديكريز في الديلي بتوين الاون ستيمولس والبيجين اوف ريسبونس. الشيء الثاني ذير از نيرلي صادن اكتيفيشن. تقول لي طب ليه ما حصلش صادن؟ لان ما اخبيش عليك الاكسونز اللي في الافرنت ما هماش ترابيزات، يعني بجد بجد في بينهم فروق ضئيله في الكوندكشن بلوست، لكن اسمها برضو ايه؟ فروق، لان عارف لو هما ترابيزات يعني الاكسونز دي كلها اللي في الافرنت كلها مقاس واحد بالملي كان المفروض ما فيش حاجه اسمها ايه؟ كان ده المفروض يطلع ازاي؟ مره واحده. اطلاقه؟ طيب افتر الاوف ذير از ايه؟ سادن ديكريز ان ريسبونس تو الريج. هو ده الفرق ما بين الموتور تيتانوس والريفلكس. خلاص؟ في حاجه اسمها الريباوند. خلاص؟ وده احنا تقريبا اتكلمنا عنه لما اتكلمنا عن النيجاتيف سباينال اندكشن، ان في ريفلكسين بيحصلوا او بيحاولوا يحصلوا في نفس اللحظه، واحد فيهم لما بيحصل بيبطل التاني، وبعدين التاني بعد فتره احباط بيرجع اقوى. لما قلت لكم مثال الكلب والاتشنج والبين، خلاص؟ يبقى عشان كده سموها ريباوند. وكلمه جت ريباوند، خدوا بالكم ان كلمه ريباوند هتيجي في الفسيولوجي كتير. دي واحده من الريباوندز اللي موجوده في الفسيولوجي. عشان كده لما يجي لك عرف الريباوند لازم تبقى واضح في السؤال، انا بتكلم على الريباوند بتاع النقطه دي ولا بعد شويه في نفس المحاضره دي هيبقى في ريباوند تاني هتكلم عنه. اوكي؟ وليه سموه ريباوند؟ لانك زي ما تكون بتمسك كوره وبتسيبها تقع في الارض. فهي بتنزل في الارض في الاول وبعدين بترد في وشك، عشان كده سموها ايه؟ ريباوند. اطلعت يا اولاد؟ يبقى ايه تعريف الريباوند؟ هو حاله من انكريز ان ريفلكس ريسبونس. خلاص؟ افتر هو للاسف الشديد هم يعني حاطين شاشه مش ماشيه مع الزوم بتاع البتاع، فانتوا لازم تقروا شويه هنا معلش. اوكي؟ يبقى it is increased in reflex response after temporary inhibition caused by another reflex. خلاص؟ انا سميته ريباوند لان انا بوصف الريفلكس ده وبس، عشان كده قلت ان الريفلكس ده بيحصل له ريباوند، لكن لما بوصف حاله الريفلكسين مع بعض بسمي اللي بينهم ايه؟
نيجاتيف سباينال اندكشن. فاهمين الفرق؟ فوقع الامر الريباوند ما هو الا صوره من صور النيجاتيف سباينال اندكشن. طب ليه سميته نيجاتيف سباينال اندكشن وسميته ريباوند؟ سميناه نيجاتيف سباينال اندكشن لان احنا كنا بنوصف ظاهره بتحصل ما بين ريفلكسين وكنا عايزين نوصف الكلام ده. الريباوند انا هنا بتكلم على حاله بتحصل في الريفلكس وما عنديش دعوه الريفلكس الثاني بيحصل فيه. معايا يا اولاد؟ خلاص؟ وانا ضربت لكم الاكزامبل وضربت لكم الميكانيزم. الميكانيزم طبعا ان الريفلكس اللي كان بيحبط مشكلته ان ما ينفعش يحصل في نفس اللحظه مع الريفلكس الثاني. فالمخ او الجهاز العصبي بيقرر مين فيهم اكثر اهميه فبيعمله الاول وبيأخر الثاني، والثاني لما بيحصل اعلى. يعني انهو خطر بالنسبه لك؟ سيجاره بتحرقك يا كلب ولا برغوثه بقفاك؟ يبقى تعمل ايه في الاول؟ تعمل البروتكتيف وذرول وبعدين تهرش في قفاك زي ما انت عايز. فهمتوا ليه واحد فيهم ظهر والتاني اختفى؟ اوكي؟ طيب تعالوا بقى نتكلم على حاجه عايزكم تفهموها. دلوقتي ده عباره عن اكسون وده عباره عن برانشات الاكسون وده عباره عن السينابتك نود. انما دول عباره عن مين؟ دول عباره عن البوست سينابس. يعني ده سنجل بري سينابس ودول عباره عن ايه؟ بوست سينابس. هل لما البري سينابس بيشتغل محتم ان كل الحاجات اللي في الفيلد بتاعه، الفيلد بتاعه ايه؟ يعني الحاجات اللي وصل لها نوبس منه، الحاجات اللي وصل لها نوبس منه تشتغل؟ في واقع الامر لا. اللي بيحصل ان في منطقه مركزيه هي اللي بتشتغل، اللي بيحصل فيها الشارج، بينما المنطقه الطرفيه بيحصل فيها حاجه اسمها فاسيليتيشن. ولو قلت لكم المحكاه دي بتحصل ازاي؟ بسبب الفرق في النيورو بكميه النيورو ترانسميتر. المنظر ده احنا بنسميه البوست سينابتيك ريسبونسيف فيلد. سميناه ايه؟ بوست سينابتيك ريسبونسيف فيلد. لان هم هنا صحيح دي ما عملتش الشارج اللي هي الفاسيليتيشن اللي هنا والفاسيليتيشن اللي هنا، بس نشاطها اتغير فيبقى حصل فيها شيء من الريسبونس. يبقى البوست سينابتيك ريسبونسيف فيلد كام حاجه؟ حاجتين، جزء هيحصل فيه ديشارج وجزء هيحصل فيه فاسيليتيشن. اوكي؟ انا محتاج الفهم ده عشان العب الظاهره دي. الفهم ده واضح بالنسبه لكم؟ طيب تعالوا بقى نتكلم. طبعا ادي حاجات مختلفه وكل واحد فيهم ليه ايه؟ البوست سينابتيك ريسبونسيف فيلد بتاعه. يعني ده الازرق خلاص وده الاصفر وده الاحمر، وفي كل واحد فيهم انا رسمت لكم الدشارج بتاعه بلونه والفاسيليتيشن بتاعه باللون الاصفر. المنطق ده واضح؟ طيب تعالوا بقى نتكلم في اللي انا عايز اقوله. دي كلها مقدمه. اللي انا عايز اقوله في عندي ظاهرتين خلاص؟ اقروا الكلمه دي اول. اتش بري سينابس او افتر هذا بوست سينابتيك ريسبونسيف فيلد. البوست سينابتيك ريسبونسيف فيلد يساوي البوست سينابتيك سيل ذات ريسيف انبوت فروم البري سينابس. خدتوا بالكم ان انا هنا دول ايه؟ سيلز اللي جايه من عامله مين؟ من سجل اكس بري سينابس. Each post synaptic responsive field is divided into the charge zone which reaches threshold and the reduced action potential upon normal activation of its B synapse. و facilitation zone which come closer to threshold. عشان كده سمينا حصل لها ايه؟ facilitation. But do not reduce an action potential upon normal activation. ما تخبيش عليه، لو كان البري سينابس عفى وعمل ماكسيمال كان هيقدر يشغلهم كلهم. طلعت؟ طيب تعالوا بقى نشوف الظاهرتين اللي احنا بنتكلم عنها. في ظاهره اسمها الاكلوجن، دي من البروبرز بتاعت الريفلكس. حاجه اسمها الاكلوجن، حاجه اسمها السبليمينال فريم. اوكي؟ في الحالتين في اوفرلاب ما بين الريسبونسيف فيلد بتاع التو بري سينابس. يعني عندي بري سينابس وبري سينابس، وادي الريسبونسيف فيلد ده وادي الريسبونسيف فيلد ده، وفي بينهم قدر من الاوفرلاب، في قدر من الاوفرلاب. اللي احنا هنعمله ايه؟ ان احنا هنيجي نشغل مره التو اكسونز دول بالنورمال باور اللي هم التو ايه؟ بري سينابس. هنشغلهم بالنورمال باور. اوكي؟ مره هنشغل كل واحده فيهم لوحده. يعني ده لوحده وده لوحده، ونشوف الريسبونس هنا كان ايه؟ وهنا الريسبونس كان ايه؟ ونقارن ما بين ده لوحده وده لوحده، ولما نجمع الاثنين على اساس ان ده لوحده وده لوحده، او ان احنا نشغل الاثنين ات ذا سيم تايم. ده بايه؟ بالنورمال
ستيمولس ومره نحط سترونج ستيمولس. نحط ايه؟ سترونج ستيمولس. نشغل ده سترونج لوحده ونشغل ده سترونج لوحده ونشوف ده ايه وده ايه، وبعدين نجمع الاثر بتاعهم، وبعدين نشغلهم الاثنين سترونج ات ذا سيم تايم ونشوف اللي هيحصل. لما نعمل التجارب ده بالمنطق ده هيتبين لنا الكلمتين دول يعني ايه اكلوجن ويعني ايه سبليمينال فريم. فهمت الديزاين بتاع التجارب كان شكلها ايه؟ اثنين بري سينابس في بينهم قدر من الاوفرلاب في الريسبونسيف فيلد. عملنا كام مجموعه من التجارب؟ مجموعتين كبار، مجموعه كنا بنحط نورمال ستيمولس ومجموعه كنا بنحط ماكسيمال ستيمولس. في المجموعه اللي كنا بنحط فيها نورمال ستيمولس او ماكسيمال ستيمولس كنا بنعمل التجارب بتاعتنا ازاي؟ بنشغل ده لوحده، بنشغل ده لوحده، وبنشوف المجموع بتاعهم لو كل واحد اشتغل لوحده، وبعدين نشغلهم هما الاثنين مع بعض، وكذلك لو هو ماكسيمال. فاهمين؟ المجموع في السجن الحالي بيبقى عارف ما بعرفش ليه. في المعتاد بص معايا، يبقى in both cases there is overlap between the both synaptic responsive field of the two adjacent afferent brain synapses. ما خبيش عليهم كلمة adjacent فيها تزايد، لأن ما دام فيهم overlap يبقى لازم يبقوا ايه؟ adjacent. انتوا عارفين يعني ايه adjacent؟ يعني جيران. ايه هو الكلوجر؟ there is overlap between the both synaptic responsive field خلاص؟ و two adjacent afferent brain synapses. ايه اللي هيحصل؟ how to show؟ asynchronous stimulation. asynchronous يعني غير متزامن، يعني هستثير ده لوحده وده لوحده، عشان كده سميناها ايه؟ دي مش بتاعت وان، دي بتاعت انيميا اللي هي النافيه خلاص، عشان كده سميناها ايه؟ asynchronous stimulation. هحط strong stimulation of afferent 1 وstrong stimulation of afferent 2، ده الون وده الون، عشان كده سميناها ايه؟ asynchronous. وبعدين هجمع النتيجه جمع جبري، وفي التجربه الثانيه هعمل ايه؟ synchronous stimulation، حد قوة كاملة للاثنين at the same time. واشوف النتيجة. بصوا اللي هيحصل يا ولاد. ادي اهو، انتوا شايفين دي حمراء ودي زرقاء. ادي الريسبونسيف فيلد بتاع ده، وادي الريسبونسيف فيلد بتاع ده، والجزء ده هو اللي فيه ايه؟ الاوفر لا. اوكي؟ بصوا على اللي هيحصل لما انا حطيت الاس الكبيرة بتاعتي هنا. النتيجة انك انت شغلت الثلاثة دول. يعني الريسبونس بتاعك هنا كان كام؟ ثلاثة. طيب ولما حطيت الاستيمولس وحدها هنا الريسبونس بتاعك كان كام؟ 3. يبقى هما الاثنين على بعض كانوا كام؟ 6. تفتكروا ان انا كنت حطيت التو ستيمولاي ات ذا سيم تايم الريسبونس كان هيطلع كام؟ كام؟ 5. ليه؟ لان البساطه دي مش هتقدر تشتغل مرتين. يبقى معنى كده ان في الاكلوجن ايه اللي انتوا لاحظتوه؟ ان السميشن بتاع الاسنكرينس ستيمولايشن اكبر من الاثر بتاع مين؟ السنكرينوس ستيموليشن. ليه؟ لان في واحده فيهم لما اشتغلت ماكسيمم شغلت دي، ودي مش هتشتغل مرتين، لانها ببساطه لما تجي لها الاشاره الثانيه هتكون في الريفراكتوري بين. فعشان كده دي لوحدها ثلاثه ودي لوحدها ثلاثه، لكن هما الاثنين مع بعض 5. يعني كان فيهم واحده قفلت على الثانيه، عشان كده سموها انكلوجن. اطلقت؟ بالظبط. ده الاسنكرينس ستيميليشن. طيب وهنا؟ ها 5. عشان كده النتيجه انك بتقارن كام؟ 6 بـ5. عشان كده الظاهره دي سميناها ايه؟ الكلوجن. اتفهمت؟ اتعملت الكلوجن بناء على ايه؟ ان فيهم الخليه اللي هي الخليه المشتركه مش هتقدر تشتغل مرتين، لما انت تشغلها هتبقى ريفراكتوري بالنسبه لي، وبالتالي في النهايه هيبقوا كام؟ 5. ده اسمه ايه؟ الكلوجن. ايه بقى حكايه السبليمنال فريم؟ بصوا معايا، يبقى الانكلوجن ها synchronous stimulation at the same time of two presynapses produce less response than summation of asynchronous stimulation of each presynapse individually. اعتقد هي الصيغه مش عصيه على فكره، انت لو فاهم هتقدر تروح تقروها تاني لوحدكم لو هي لو فهمت لو قريتها على طول ممكن تضايق، لكن اعتقد دلوقتي انها بدات توضح بخير. منطقيه؟ بصوا عليها، بصوا هو الكلام مكتوب عليها انا. ده هو وتفهم ليه سميناها كلوجر، لان نشاط واحده فيهم قفلت قفل ده بالنسبه للثانيه. اوكي؟ طيب بصوا بقى على السبليمنال فريم.
برضو في اوفرلاب ما بين البوست سينابتيك ريسبونسيف فيلد بتاع تو ادجيسنت افل البري سينابس. ازاي اعمل اسك اللي هو ايه ده نورمال وده نورمال ده لوحده وده لوحده وبعدين نعمل سيركريت ايه اللي هيحصل اهو ادي الاثنين دي لوحدها هتعمل كام واقع الامر شغاله واحده ليه دول ودول بالنسبه لها يعتبروا ايه فاسيليتيشن طيب ودي لوحدها عملت كام واحده اللي هي مين دي بينما دي ودي بالنسبه لها ايه فاسيليتيشن تفتكروا ايه اللي هيحصل لما يشتغلوا مع بعض ده اسينكرونس طيب سينكرونس هيحصل ايه هيشتغلوا تمام ليه دي هتشغل ودي هتشغل وهما الاثنين هيشغلوا دي خلاص يبقى في النهايه اشتغلوا كام ثلاثة. يبقى هنا سموهم سبليمينال فريند لان هما بدل ما يعكسوا بعض ساعدوا بعض اوكي اطلقت اوكي اتفهمت يبقى ايه هو السبليمينال فريند ها سينكرينوس ستيموليشن يعني ات ذا سيم تايم اوف البري سينابسس برودوس مور ريسبونس زان انك تعمل سميشن لاسينكرينوس ستيموليشن ده اسمه ايه سبليمينال فريند ده اللي كان المفروض نقوله المره اللي فاتت في اخر 10 دقائق بعد ما طلع الانيم فما كانش ينفع كنت هتتكلم عشان كده عطلنا هي مستعده تسمع الاثنين بس يشغلوها فلو انت هتشتغل ماكسيمال هتعرف تشغلها ولو انت هتشتغل ماكسيمال هتعرف تشغلها لو اشتغل الاثنين شغلوا ماكسيمال فانا هشتغل تبع واحده فيكم وبالنسبه للثاني هكون ريفاكتوري اكسبيرمنتالي انت اللي بيحصل انك بتحط الاثنين في لحظه فتكون النتيجه واحده فيهم بتشغلها والثانيه بتبقى ريفاكتوري الصاب ليمينال فرينج تطبيقه ان كل الريفلكسات بتاعتنا محتاجه مشاركه من اكتر من بري سينابتيك عشان كده انت الريفلكس بتاعك ما بيحصلش من خلال سنجل اكتر هو الاوكلوجن هو اللي اكسبيرمنتال قوي يعني الصاب ليمينال فرينج بيحصل في جسمنا الصاب ليمينال فرينج بيحصل في جسمنا ان ستيمولس ضعيف ما تعملش حاجه ستيمولس اقوى تشغل خليتين جنب بعض فيحصل ريسبونس لكن الاوكلوجن هو اللي هايلي اكسبيرمنتال اوكي ده الجزء الاول هنتكلم بعد كده عن تحاسيل الالوان الطبيعيه ولا فيها فيها نوع من الزايد او عدم يعني انا حاططهم بشكل يعني انا حاطط احمر وازرق انا شايف اسمي ده الحكايه دي جديده ولا معايا انا بس؟ بس كانت مش موجوده المره اللي فاتت؟ تاني؟ مش عارف